كارثة جوية جديدة كانت سماء فرنسا مسرحها، فمسلسل وقوع الطائرات يتابع حلقاته السود مع تحطم طائرة ألمانية إيرباص جنوب جبال الألب. الطائرة المنكوبة من نوع A320 التابعة لشركة جيرمان وينجز، وهو الخط المنخفض الكلفة المتفرع عن مجموعة لوفتانزا، قتل على متنها 150 شخصا موزعون بين 144 راكبا بينهم ألمان وإسبان وعلى الأرجح أتراك وستة من أفراد الطاقم. حادثة التحطم وقعت أثناء رحلة الطائرة بين برشلونة في إسبانيا ودوسلدورف في ألمانيا، وفيما أعلن في بادئ الأمر أن الطائرة اختفت عن الرادار بعد توجيه نداء استغاثة من الطاقم، أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الفرنسي أن الطاقم لم يوجه نداء، وأن برج المراقبة الجوية هو الذي أعلن أن الطائرة في وضع خطر لأنه فقد الاتصال بها. الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند الذي كان يستقبل الملكة ورئيس الحكومة الإسبانيين تحدث عن الصعوبة التي تواجهها فرق الإنقاذ للوصول إلى المنطقة الجبلية النائية حيث تحطمت الطائرة. إنها مأساة كبيرة تنضم إلى كوارث عالم الطيران، سنكتشف كل تفاصيل الحادثة وما حصل بالتحديد، وعندها سنقدم المعلومات للسلطات المعنية ومنها الإسبانية والألمانية وعائلات الضحايا. إنها فترة صعبة وأليمة، ولكن علينا تجاوزها لأنها كارثة حصلت على أراضينا. من جهته أعلن رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالز أنه لا يمكن استبعاد أي فرضية في هذه المرحلة لتفسير أسباب تحطم الطائرة. أما المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي أصيبت بصدمة إثر خبر الحادث فألغت لقاءاتها وأعلنت أنها ستتوجه الأربعاء المقبل إلى جبال الألب حيث مكان الحطام. هذه الحادثة الجوية هي الأسوأ على الأراضي الفرنسية منذ تحطم طائرة الكونكورد عند إقلاعها من مطار روسي في تموز عام 2000.